رئيس كل قائمة، وأيضا المرشحين من النادي الأهلي، فكان في مع الدكتور مجدي أبو فريخة 3 من أبناء النادي الأهلي. على الجانب الآخر السيد عمرو مصلحي نائب الرئيس والمرشح للرئيس، ومعاه كابتن هاني عبد المنعم أيضا واحد من أبناء النادي الأهلي. شرف ليا طبعا ان انا اكون متواجد هنا في نادي الاهلي، نادي القرن، نادي انا بتشرف ان انا اتقابلت مع الكابتن محمود الخطيب والساده اعضاء المجلس الموقر، بشكرهم على الاستضافه وبشكرهم على يعني ان هم يعني الحقيقه يعني استضافونا هنا في قلعه نادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا هدف هو ان احنا نكون على مسافه واحده بكل الانديه، مسافه واحده في التنافس على كل الاصعده، كل الانديه تاخد حقها، كل الانديه تبقى راضيه بالاتحاد المصري لكره السله بقوانينه ولوائحه. احنا مش هنبقى نساعد حد على حساب حد، الانديه كلها انا بالنسبه لي انا على علاقه قويه بكل الانديه، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاتحاد، نادي سبورتنج، نادي سموحه، نادي الجزيره، كل الانديه انا يعني بحبهم وكلهم الحقيقه يعني على علاقه طيبه جدا بكل اعضاء مجلس اداره وجماهيريا ولاعبين واداره ومدربين، كل المنظومه الحقيقه في كل الانديه انا على علاقه طيبه بهم جدا، فدي هتساعدني ان انا ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اعيد كره السله المصريه، اعيد وجود كره السله في المحافل الدوليه. طبعا كانت زياره مهمه، كان الكابتن محمود طبعا محتاج انه يفهم برنامج بتاع المجموعه بتاعتنا في المرحله اللي جايه ان شاء الله اذا كان في توفيق وتم انتخابنا لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. طبعا النادي الاهلي له اهتمام كبير في كره السله لانه طبعا بيستثمر في اللعبه وبيستثمر في الفرقه وبيستثمر في اللعيبه، فهو النادي الاهلي طبعا لازم يكون حريص وراء استثماراته ان هو بيحاول يجيب احسن ناس ممكن تقود كره السله في المرحله الجايه ان شاء الله. الاولويات اللي موجوده عندنا ان شاء الله ان احنا نرجع الجماهير للمدرجات، ان يكون في حضور جماهيري دايما في كل الماتشات، مفيش ماتشات من غير جمهور، ده مفيش رياضه من غير جمهور اساسا يعني. دي من الملفات المهمه جدا عندنا، ملف مهم جدا برضو الاستثمار والماركتنج والاتحاد، ان احنا نقدر ننمي موردنا مش من خلال الانديه بس من خلال شغل تاني خالص بسبونسر شيب. وعندنا برضو ملف مهم جدا اذاعه المباريات كامله الدوري العام بكامله ان هو يكون متذاع. عندنا مجموعة أفكار جديدة إن شاء الله هتساهم إن احنا نقدر نطور من أداء الفريق القومي المصري، إن هو أداءه دلوقتي اتأخر شوية يعني مستوانا على الساحة الأفريقية بقى تراجع شويتين.